بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأحد المقبل نحتفل بالذكرى 71 لانطلاقة ثورة 23 من يوليو 1952. 71 سنة مضت على الثورة، هذه الثورة العظيمة التي أحدثت تحولا كبيرا في المجتمع المصري بقيادة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر الوطني المخلص العروبي الذي سيظل دوما في ذاكرة وفي قلوب الناس. عبد الناصر ليس اسما يمكن نسيانه، وليس اسما نتذكره في المواسم والاحتفالات، بل هو يعيش بيننا. هو شكل لفترة طويلة روح هذا الوطن، مناضلا مقاتلا مدافعا عن الطبقات المقهورة. عبد الناصر الشريف النزيه الذي كان دائما ما يحاسب نفسه على كل كبيرة وصغيرة، وكان يتحمل أي أزمات بمسؤولية ربما يعجز آخرون عن تحملها. كان شجاعا وقويا، وكان لديه القدرة على مواجهة كل التحديات. استطاع بالفعل أن ينقل البلاد من مرحلة الهزيمة في 67 ليقوم بحرب الألف يوم التي كانت البداية المهمة لانتصار أكتوبر 73. عبد الناصر عبر بالشعب المصري وبالأمة العربية أزمات متعددة، لكن هؤلاء الذين تعودوا على تزييف التاريخ ما زالوا يكذبون، يرددون ادعاءات ظنا منهم أن الناس لا يمتلكون إلا ذاكرة السمكة، وأن ادعاءاتهم وتزييفهم للحقائق من شأنه أن يغير المفاهيم وأن يدفع الناس إلى الكفر بهذه التجربة العظيمة التي قادها جمال عبد الناصر وسط مشاكل وأزمات متعددة. بالأمس كان معنا الدكتور صفوة الديب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، تحدث معنا في مقارنة رائعة عن مصر ما قبل 52 ومصر ما بعد 52. سيكون أيضا ضيفا معنا اليوم، وبعد الحوار معه سيكون لدينا فيلم تسجيلي مهم جدا عن ثورة 23 يوليو أعده زميلنا وليد الحمادي. نأخذ بعض الأخبار البسيطة. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا يعني قام يوم الاثنين اللي فات بوضع حجر الأساس لمشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا بتبرع بلغ 160 مليون جنيه من مجموعة المرزوق بالكويت من خلال سفير الخير حي ابن قنا الحاج ناجي صديق نافل، ليصبح اسم المستشفى مستشفى المرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين. تبرع المرزوق لدعم كافة القطاعات الخدمية بمحافظة قنا يعني بلغ حوالي أكثر من 50 مشروع غطى كافة القطاعات الخدمية. الدكتور خالد عبد الغفار أيضا عقد لقاءات متعددة لبحث قوائم الانتظار يوم الثلاثاء الماضي، والتقى أيضا مع الفريق الطبي المشارك في القافلة الطبية المتخصصة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لمتابعة أعمال القافلة اللي تم إطلاقها منذ يوم الأربعاء 12 من يوليو وتمر لمدة أسبوعين، وذلك بالتعاون مع كلية الطب جامعة السويس والمجلس المصري للقبائل المصرية. والدكتور حسام غفار المتحدث الرسمي وزارة الصحة أوضح أن أعضاء الفريق الطبي من خلال أعمال القافلة العلاجية بشمال سيناء نجح في وصول قوائم الانتظار بالمحافظة إلى صفر، كما تقدم بشكر أعضاء المجلس المصري للقبائل المصرية لدورهم المجتمعي في تيسير مهمة أعمال القافلة الطبية. والحقيقة يمكن 100 يوم صحة موجودة في كل المناطق، وحنديكم تقرير بعد قليل عن الفيوم، وإن شاء الله الجمعة بكرة هيكون أيضا موجود القافلة الصحية في
منطقة المعنى بقنا، وبعدها أيضا حيكون في برضو في الأشراف الغربية تحت رعاية زميلنا السيد النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية والنائب الأول وأمين عام حزب مستقبل الوطن، والسيد مع السيد محمد رشاد الشريف أيضا. وهيبقى في أيضا في مناطق أخرى متعددة حتكون في الأشراف الغربية دي خلال الأسبوع القادم بإذن الله. ما زالت الحالة الصحية لهانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي تتدهور وتزداد سوءا، وما زالت السلطات اللبنانية تصم أذانها عن كل النداءات الإقليمية والدولية التي تطالب بالإفراج عن هانيبال القذافي. آخر التطورات أن السلطات الصحية اللبنانية قامت بنقل هانيبال إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بعد أن دخل مضربا عن الطعام منذ عدة أسابيع احتجاجا على احتجازه منذ عام 2015 بدون محاكمة. وزيرة العدل في حكومة الوحدة الليبية أكدت أن الحالة الصحية لهانيبال القذافي أصبحت حرجة جدا جدا، وهو بين الحياة والموت، وأن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه. أنا بناشد السلطات اللبنانية وبناشد العالم بأسره، انقذوا هانيبال القذافي، انقذوا هذا الشاب البريء الذي لم يرتكب جريمة ولم تكن له علاقة بقضية الإمام موسى الصدق لا من قريب أو من بعيد، ولا أحد لديه دليل عليه. انقذوا شاب يموت الآن، سيكون دمه في رقبة الجميع، ولن يتسامح لا عربي ولا أي إنسان مع هذه الجريمة التي ترتكب علانية في لبنان. أين هي السلطات اللبنانية؟ أين هم شرفاء لبنان الذين نتعود منهم دوما على مثل هذه المواقف؟ نحن نطالب جامعة الدول العربية ونطالب الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية وغيرها أن يصدروا تقارير أن ينقذوا شاب أوشك على الموت، وهانيبال لن يفك إضرابه عن الطعام حتى لو مات ما لم يتم الإفراج عنه، لأنه بلا جريرة وبلا جريمة. ننتظر بالفعل موقفا من السلطات اللبنانية ومن مجلس النواب اللبناني باتخاذ قرار من قبل الجهات القضائية اللبنانية بالإفراج عن هانيبال قبل أن يذهب ضحية اللا جريمة واللا ذنب. مئة يوم صحة بالفيوم، تقرير ثم نعود. طبعا الملف الصحي في مصر هو من التحديات الكبيره اللي موجوده مع زياده عدد السكان المتزايده، وكانت البادره الرئاسيه 100 مليون صحه كانت هي المحرك الرئيسي للكشف على المصريين والاطمئنان على صحتهم بكافه اوجهها، لان يعني الموضوع يعني تطور خلال السنوات اللي فاتت بتدخلات كثيره وباجراءات كثيره اتعملت. بنحاول نقرب الخدمات بكافه انواعها، يعني تركيبا على هذه المبادره الممتازه اللي انا بعتبرها فرصة جيدة لوصول أجهزة الدولة كلها للمواطن في أبعد نقاط المحافظة. مبادرة يوم صحة بدأت يوم 25/6 ومستمرة لمدة 100 يوم. احنا الحمد لله مكثفين أنشطة وزارة الصحة داخل نطاق المحافظة عن طريق 103 عيادة ثابتة في العيادات الصحية في الوحدات الصحية، وحوالي 18 عيادة متنقلة، بالإضافة لمشاركة جمعية صناع الخير بعيادة رمض وكشف النظارات وصرف النظارات والأدوية الخاصة بالرمض. احنا في مبادرة 100 يوم صحة احنا مشكين بقى الفترة اللي فاتت من اول ما بدأت الحملة، عندنا قوافل على يعني قوافل سواء توعوية او طبية او طب اسنان،
التوعية بيقوم بها كلية خدمة جمعية وكلية تمريض عن الزواج المبكر، عن المشاكل الأسرية. الجزء الطبي بقى بيبقى معانا تخصصات في الأغلب بيبقى من كذا تخصص في اليوم، بيكونوا يعني بيخدموا بعض. يمكن مؤسسة الصناعة الخيرية احنا بنتشرف ان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار مبادرة 100 يوم صحة. النهارده قافلة طبية في قرية العبور الجديدة مركز إتسا تحت رعاية معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. صناع الخير مشاركة بتخصص الرمض، بنستقبل حالات، بنكشف على الحالات اللي محتاج أدوية، معانا صيدلية بنصرفها له، محتاج نظارة بياخد المقاس، ومعانا شركة بتنفذ النظارات، بيقيس أمبر وبيختار لون، وبعد أسبوع بنسلمه نظارة في نفس المكان. اللي محتاج تدخل جراحي، إشعة عملية، معانا كبرى مستشفيات العيون في مصر، بيتم تحديد موعد الحالات لاجراء العمليات في المستشفى. انا بتكلم مع العيانه، باخد التاريخ المرضي بتاعها، تبقى العيانه اصلا جايه مؤهله نفسيا من الناس اللي هم المثقفات الصحيات بيعدوا عليهم بعد الولادات، بيبداوا يكلموهم ان المفروض يجوا ينظموا في وقت معين بتيجي فيه العيانه. لما بتيجي لي انا بشوفها هي مناسبه لاي وسيله وبستخدمها معايا. انا جيت هنا دخلت خد الرقم بتاعي ودخلت كشفت على طول، وما 5 دقايق وجيت طالع، يعني حاجه حلوه وحاجه 100 100 وزي الفل. صورت البطاقه وحطيت رقم التليفون، اعطوني استماره، رحت حضرتك مفيش دقيقتين انتظرت، كشفوا كتبوا لي على نظاره بتاع قرايه، قالوا لي نظرك بس من القريب بيتعب، بس من القرايه لما تبقى قريب، نظاره القرايه 10 ايام بالظبط، قالوا لي تيجي تستلمها، واعطوني قطره عشان الحساسيه للعيني، والامور تمام يعني. والله المبادره كويسه وجميله جدا والله. بيقولوا في كشف هناك، وديت اكشف بس، والحمد لله رضى عليك ربنا. جاي اكشف عشان رجلي، اوقع علي الحيطه ورجلي بقى، انا عايزه علاج عشان رجلي. والله العظيم انا مبسوطه بكم جدا 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 جدا. احنا كنا عيانين صحينا بوجود الرئيس، ما نتحرمش منه، يخليه لنا ويبارك لنا فيه ويقويه ويعليه ويحرسه من كل وحش. والله انا سمعت انه فيه هنا ادويه، فجيت برضو عشان اطمئن على نفسي وكده. مشكرين على جهدكم وعلى شغلكم المحترم، والله ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم ويزيدكم الخير بأمر الله. يطالب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة عام تقريبا 2019 بإعادة إصدار كارت الخدمات الخاص بهم في من مكاتب الخدمات الاجتماعية بالمحافظات بعد حجز بعضهم للكشف إلكترونيا منذ عدة شهور ولم يتم تحديد موعد لهم. يشكو المزارعون بمركز العدوى بمحافظة المنيا من خروج ترعة كفر الصالحين من الخدمة لعدم وجود حياة بها منذ شهر تقريبا، ما فيش مية فيها من حوالي شهر تقريبا. ترعة الصالحين تخدم 6 قرى وعليها تقريبا 20,000 فدان. نرفع الشكوى للسيد وزير الري لرفع الضرر عن المزارعين. يشكو البطل البرلمبي عمرو محمد فاروق بطل رفع الأثقال البرلمبي من قرارات اللجنة التعسفية بعدم سفره لبطولة العالم بدبي، حيث أنه لا يوجد يعني قانون دولي يمنعه من السفر وتكملة شروط تأهيله، كما أن عمرو هو السادس على المجموعة العالمية وحصل على تقريبا مركز 5 في طوكيو وأول إفريقيا وحاصل على ميدالية ذهبية، وكان مفروض يسافر لبطولة العالم في دبي خلال الفترة المقبلة. طيب معانا هند، من هند أحمد من ذوي الهمم، تفضلي يا هند. أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى، عام هجري سعيد على مصر كلها يا رب. أهلا بيك يا هند، تفضلي. أنا من ذوي الهمم. نعم. أنا من 10 سنين من ساعة ما كان الرئيس السيسي وزير الدفاع، وأنا نفسي ونور عيني إن أنا أشوفه. نعم.
لا امكنش، حاولت كل اللي اقدر عليه. ربنا اتفضلني ومهدني موهبة كتابة الشعر، كتبت على لسان مصر في بداية السيسي 30/6 رحلة مصر مع السيسي. استعرضت فيها رحلة مصر مع السيسي من 25 يناير ولغاية دلوقتي. حاولت في جهات كتير مفيش أي جهة ساعدتني. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يا هند؟ ايه المطلوب؟ نعم؟ ايه المطلوب بالظبط؟ نفسي تساعدوني ان صوتي يوصل له، وزي ما واحدة من ذوي الهمم قالت له انا نفسي تسمع صوتي، انا بوجه له نفس الكلمة. هل في حاجة معينة مثلا؟ انا نفسي ان هو يسمع صوتي، وانا بروي للعالم على لسان مصر رحلتها معاه. نعم. بعد صمت اكتر من 9000 سنة. نعم. وانا واحدة من ذوي الهمم ممكن اخلي مصر تنطق بعد صمت اكتر من 9000 سنة. ربنا بيعوض. ربنا يكرمك يا هند ان شاء الله. شكرا ليكي، ودايما ان شاء الله نتواصل. الف شكر ليكي. بعد الفاصل حيكون معانا حوار مع السيد اللواء الدكتور صفوة الديب رئيس اكاديمية ناصر العسكري الازبق في استكمال للجزء الاول اللي احنا قدمناه لكم امبارح. بعد الفاصل. عودة مرة أخرى الحوار مع الدكتور اللواء صفوة الديب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق. سيادة اللواء، عايز أتكلم معك عن علاقة الدكتاتورية بالحكم العسكري، دائما ما نسمع هذا الكلام. طيب، هو في تصور شائع بيروج له بشكل أو بآخر أن الدكتاتورية متصلة تماما بالحكم العسكري، وأن أي شخص ذو خلفية عسكرية بيحكم هو ديكتاتور. نعم. وهو عدو للديمقراطية وهو إلى آخر هذا الكلام. نعم. طيب، عتاة الطغاة في العالم في العصر الحديث لم يكونوا عسكريين كلهم على فكرة. نعم. أو عشان على أقصى تقدير معظمهم. الطاغية الأول في العالم في هذا في الفترة الأخيرة هو هتلر. هتلر لم يكن رجل عسكري. صحيح. المشكلة أنه طول الوقت يرتدي ملابس عسكرية ويؤدي التحية ويظهر في مناسبات عسكرية، وفي الحرب العالمية الثانية كان بيدخل مركز القيادة ويعطي قرارات ويحرك جيوش، وهو أصلا لم يتلقى تعليم العسكري لمدة يوم. وهو الديكتاتور الأول الذي شهدته البشرية في العصر الحديث. هو رئيس حزب نجح في الانتخابات، تولى السلطة في ألمانيا 1933 في يناير 1933 تولى السلطة. لغى الانتخابات، لغى الديمقراطية، أصبح الحاكم المطلق لألمانيا. دخل بألمانيا حروب، احتل بولندا، احتل تشيكوسلوفاكيا، احتل النمسا، وبدأت الدول الأخرى فرنسا وألمانيا يعني يترعبوا من تصرفات هتلر. ودخل وخاض الحروب اللي احنا شفناها دي كلها، وشفنا عمل ايه في البشرية، وهو لم يكن رجل عسكري، وطول الوقت متصور بالملابس العسكرية وبيأدي التحية، وهو لا علاقة له بالعسكرية اصلا. نعم. يصدر الى الناس انه رجل عسكري وهو ليس كذلك. نعم. موسوليني نفس الشيء في ايطاليا، الفاشية اسسها وحزب سياسي ودخل به الانتخابات، نجح في الانتخابات، قاد ايطاليا الى الهوية، لم يكن رجل عسكري طول الوقت لابس عسكري. كل الصور بتاعت موسوليني بالملابس العسكرية ويؤدي التحية ويحضر الاستعراضات وهو ليس رجل عسكري. نعم. وهو من عتاة الدكتاتوريين في العالم. حتى في المنطقة العربية تشوف صدام حسين لصنص حقوق لم يكن رجل عسكري طول الوقت لابس عسكري. دخل بالعراق في حروب مع الكويت، ودخل في العراق مع إيران، ودخل وبرضه بيخش مركز القيادة ويحرك الجيوش ويعطي التعليمات والأوامر وكلام من ده وهو ليس رجل عسكري. بيصدق دايما ان الراجل العسكري هو اللي عمل وسوى، وكل عتاة الديكتاتوريين اللي شفناهم كلهم لم يكونوا عسكريين. حتى في الفلبين سنة 65 نجح فرديناند ماركوس، راجل سياسي بحزبه، لغى الانتخابات، قعد من 65 ل 86 في السلطة حكم مطلق لغاية ما قامت عليه ثورة في الفلبين، واللي بيحكم النهاردة على فكرة ابنه في الفلبين النهاردة. وحكم الفلبين بالحديد والنار، وما كانش حد بيقدر يفتح بقه. بيصدر الى الناس ان العسكريين هم الديكتاتورين. الموضوع بالعكس. تعال شوف تجارب العسكريين الرئيسيه. ايزنهاور في امريكا من اعظم من حكموا امريكا، رجل عسكري.
ايزنهاور هو الرئيس الامريكي الوحيد الذي اجبر اسرائيل على انسحاب من اراضي عربيه. بالمناسبه مش كارتر. كارتر في 79 كان بيوفق زي ما يقولوا بيوفق البلدين مع بعض. ولولا نتائج حرب 73 ما كانش اسرائيل قعدت وتفاوضت على السلام. لكن اللي اجبر اسرائيل وهي محتل ارض على ان تخرج هو ايزنهاور. وايزنهاور من اعظم الناس اللي حكموا امريكا، هو راجل عسكري. اعظم رئيس لديجول هو لفرنسا هو ديجول. هو راجل عسكري صرف. فاللي انا عايز اقوله ان الشخص يحكم بشخصيته ومعتقداته الشخصيه. هل محمد نجيب زي جمال عبد الناصر؟ هم عسكريين كلهم. هل جمال عبد الناصر زي انور السادات؟ وهم كلهم عسكريين. هل انور السادات زي حسني مبارك؟ كلهم عسكريين. كل واحد بيحكم بشخصيته بقناعاته بما يراه هو. تعال شوف الاقتصاديين المدنيين الذين تولوا منصب رئاسة الوزارة في مصر. هل عاطف صدقي كان زي كمال الجنزوري؟ وكلهم دكاترة اقتصاد. هل كمال الجنزوري كان زي عاطف عبيد؟ كلهم مدنيين وكلهم دكاترة اقتصاد. مفيش حاجة اسمها فلان زي فلان، أصل دول ذو خلفية عسكرية هيبقوا كلهم طغاة، أصل دول ذو خلفية مدنية هيبقوا كلهم ناس ديمقراطيين. الكلام ده بيروج ليه بكل أسف وبيجد صدى برضه في المجتمع. والحقيقة أنه كل واحد بيحكم بقناعاته. وفي ناس عسكريين صعدوا ببلادهم لفوق، وفي ناس مدنيين نزلوا ببلادهم لتحت، والموضوع مش مدني وعسكري. صحيح. الموضوع بقناعة الشخص الموجود في السلطة، دي نقطة مهمة يعني. طيب. ده يخلينا دايما يعني نقول انه العسكري عندما يخلع الملابس العسكرية ويلبس مدني، لماذا دائما يسمى ان الجيش هو اللي بيحكم؟ ما هو كل الناس دخلت التجنيد. هل معنى ذلك ان انا لما دخلت التجنيد ثم قضيت الفترة العسكرية او كنت ضابط وانتهت خدمتي وترشحت لرئاسة الجمهورية او اي موقع اخر، هل انا في هذه الحالة يسري علي مصطلح عسكري ولا انسان مدني؟ انسان مدني طبعا. بمجرد ترك الخدمه تحول الشخص الى شخصيه مدنيه، وساعات كمان تاهيله بيكون اكتر من الشخصيات المدنيه الموجوده، يعني بيأهل نفسه، بينتسب في كليات، بياخد دكتوراه، بياخد مش عارف ايه، بيروح في اتجاه المجتمع المدني العادي. لكن ان يوصم اي انسان ذو خلفيه عسكريه انه دكتاتور وانه علاقه هتلر مثلا بالعسكريه انه كان مجندا في الحرب العالميه الاولى زي معظم شباب اوروبا. مجند عادي جدا. لكنه لم يلتحق بكليه عسكريه ولا، وبعدين دخل في دهاليز السياسه واشتغل في السياسه وعمل الحزب بتاعه. وعلى فكره هو مواطن نمساوي مش المان. هو خد الجنسيه الالمانيه في 1931 ودخل الانتخابات ونجح وبقى مواطن الماني في 33. ده برضه بالمناسبه يعني. فالخلفيه بتاعت الشخص كل واحد بيحكم بقناعته. طب ما هو محمد نجيب كان عايز يرجع الاحزاب تاني. محمد نجيب هو راجل عسكري. وهذا كلام ما كان ممكن ان يحدث، لانه هذه الاحزاب التي عاشت وتمرست على الانحناء للمندوب السام البريطاني وتقبيل يد الملك، وعاشت الولاء الكامل لحكم فاسد للاسف الشديد، ما كانش ممكن ابدا ترجع تاني. فالراي محمد نجيب كان رايه لا، ترجع الناس بكل اساءتها للمجتمع اللي عملته قبل كده ترجع. وده راجل عسكري. الناس تانية قالت لا دول ما يرجعوش. وهكذا. خالد محي الدين كان بيقول لي يرجعوا. الناس عبد اللطيف البغدادي قال لك لا ما يرجعوش. فالموضوع مش موضوع عسكري ومدني، موضوع قناعات شخصيه، موضوع رؤى، موضوع طرح، وهكذا يعني. ولكن سيادة اللواء يعني عبد الناصر بعد 67 في محضر الاجتماع الأول يوم 20 يونيو 67 قال لمجلس الوزراء النظام قد سقط، ولو أنتوا نزلتوا في الشارع هتتضربوا بال. ماذا كان يقصد عبد الناصر؟ هل كان معزولا عن القيادة في هذا الوقت؟ لا ما كانش معزول عن القيادة ولا حاجة، ولكن الفترة بتاعت 65 و66 أنا شايف دي اللي حصل فيها شيء من الهزة في المجتمع. وللأسف سببها كان جماعة الإخوان. ما نيجي نشوف التاريخ يعني هستعرضه بسرعة. في 54 لما حصلت المحاولة في المنشية وألقي القبض على الكوادر اللي كانت فيها وقعدوا وحلت الجماعة وقعدوا 10 سنين في السجن وانتهت الجماعة. في 64 بإلحاح من الرئيس عبد السلام عارف وأن يعطوا فرصة وأنه قرر عبد الناصر الإفراج عن الجماعة
أعادهم إلى وظائفهم. ده الناس ما تعرفش الكلام ده للأسف الشديد. ده كلام المسجل. أعيدوا إلى وظائفهم وخدوا درجاتهم ورتبهم والتدرج الوظيفي بتاعهم كله، وخدوا كل مرتباتهم بأثر رجعي 10 سنين. وعادت الجماعة سنة 64 كأن شيئا لم يكن، لأن معارك عبد الناصر مع الغرب كانت كبرت وكان عايز لحمة وطنية. بعد شهور قليلة في 65 لقى التنظيم المسلح. ولما اكتشف التنظيم المسلح عرف أن هناك أشياء كثيرة تجري تحت السطح، أجهزة المخابرات ما كانش تعرف. الموضوع خد ردة فعل عنيفة، وكان في حاجة اسمها توسيع دائرة الاشتباه. توسيع دائرة الاشتباه هو اللي عمل شيء من البغض عند بعض الناس. لذلك تلاقي المخابرات في هذا الوقت تغولت شوية، الداخلية تغولت شوية. نتيجة ايه؟ نتيجة انه الحرب على النظام في هذا الوقت من الخارج قوية جدا وعنيفة، لدرجة ان عبد الناصر سنويا كان بيتعرض من 3 لـ4 محاولة اغتيال حقيقية. علاوة على انه في الداخل الجماعة بتشتغل من تحت السطح باسم الدين. وللأسف الشديد عبد الناصر اصدروا 3 فتاوى بتكفيره. هذا الرئيس الذي صدرت ضده 3 فتاوى بتكفيره، بالمناسبة هو الذي انشأ اذاعة القرآن الكريم. صحيح. لما الشيخ الحصري راح له مع الرجل العظيم عبد القادر حاتم ووري له نسخة محرفة من المصحف، امر في نفس اللحظة بإنشاء إذاعة القرآن الكريم، ويسجل القرآن كاملا بصوت الشيخ الحصري حتى لا يضيع. يعني ده كلام عمله الراجل بيكفروه. عبد الناصر هو الذي ألغى البغاء في مصر. لأنه قبل يوليو، الناس برضو شبابنا ما يعرفش، قبل يوليو 52 كانت هناك مناطق كاملة في القاهرة تمتهن الدعارة يا سادة. بتمتهن الدعارة والبغاء، مصرحة من الحكومة بتصاريح رسمية وتدفع ضرائب. هذه وكان طبعا احنا بنسمع عن فتوات عماد الدين، وكل دي كانت مناطق دعاره للاسف الشديد، يعني بتصاريح رسميه من الدوله. ده يعني حاجه يعني اسف مهزله. ونوادي القمار بتشتغل بتصاريح رسميه من الدوله. اللي الغى الكلام ده هو عبد الناصر. ما كفروش الملك فاروق. لا، كفره عبد الناصر. شوف الموضوع سياسي. الموضوع لا علاقه له بالدين. الامر كله امر سياسي. لان لو الامر بالدين يرجعوا للتاريخ اللي قبله ويشوفوا كان بيحصل ايه. عبد الناصر هو الذي طور الازهر وحوله إلى جامعة، وخرج آلاف الآلاف من القيادات للعالم الإسلامي اللي قادته بعد كده. الراجل عمل الكلام ده كله، للأسف الشديد كفروه. فلما ألقي القبض على التنظيم توسعت دائرة الاشتباه، فحصل شيء من البغض وتغولت بعض الأجهزة الأمنية، تغولت بشكل أو بآخر. هذا كلام هو سبب الحديث بتاع عبد الناصر في يونيو 67 انه مش هو بيقول نظام، هو المنظومه لازم تتغير. لانه توسيع دائره الشباب كان موضوع، كان واضح ان هو كان فيه مشكله. الاكثر من كده في خطابه 23، انا رجعت اللي قاله في 23 نوفمبر قريته. في 23 نوفمبر سنه 67 افرج راجع بنفسه ملفات المعتقلين السياسيين واحد واحد. رئيس الدوله ينزل لمستوى يتعرض عليه ملفات الموجودين المعتقلين بالكامل واحد واحد، كانوا حوالي 950 او 980. افرج عنهم وساب 140 او 145 اللي هم اللي كانوا ضالعين في المؤامره سنه 65، كانوا عايزين ينسفوا القناطر الخيريه عشان يغرقوا الدلتا، وكانوا عايزين ينسفوا محطات الكهرباء، وكانوا عايزين يغتالوا الوزراء، فدول ما كانش ممكن يخرجوا. كل الباقيين بالكامل واحد واحد افرج عنهم. فالنظره وتوسيع دائره الشباب والكلام ده، حتى كمان المصادرات والتأميمات، قال يا جماعة احنا ما كناش بننتقم من الأغنياء، قال كده. احنا كنا بنعيد أوضاع خاطئة بنصححها. فلا يمكن أن يعني أن نضغط على هؤلاء الناس إلى الأبد. لا، ده هو احنا هنرجع لهم جزء من حاجتهم، لأنه احنا ما بننتقمش منهم. في أوضاع خاطئة في المجتمع احنا بنصححها. وهذا الكلام ليس تراجعا بل مراجعة. يعني في حاجات كتير جدا بعد 67 اللي حصل فيها نوع من الشطط أعيدت إلى نصابها تاني. فالكلام ده يحسب لثورة يوليو، لأنه من الفترات القليلة التي تستطيع حكومة أو دولة أن تعيد النظر في سياستها أو أن تصحح نفسها بنفسها. يعني من الصعب جدا أن حكومة أو وزارة تصحح أخطائها بنفسها بدون تدخل من بره. فده من الشيء برضو الذي يذكر لهذه الفترة يعني. طيب، هو كان بيتكلم على ضرورات المعارضة في هذه الفترة، وقال ان احنا غيبنا الناس، ده حتى هيكل كان خايف، واللي انا بدعمه مع ذلك كان في حاجات كتير بيخاف منها نتيجة وجود مراكز ضغط وقوة.
واحنا الحياة لن تستقيم إلا بوجود حزب معارض، وأنا اقترح أن يعمل الحزب ده اثنين مختلفين معايا، كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي، ومع ذلك لم يتم. لا، هو كان في معارضة داخل الاتحاد الاشتراكي وطور مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، لما تقرأ إصداراته في هذا الوقت لم تكن تتماشى مع الحكومة. يعني بدأ يكون داخل التنظيم السياسي الوحيد، بدأ يكون في منابر زي شبه منابر تمهيدا لأن يكون في حاجة بعد استعادة الأرض، لأنه كان الوقتها كل جهود مسخرة لاستعادة الأرض. كان المفروض أنه بعد استعادة الأرض هيبقى فيه شيء من التعددية أو شيء من هذا، لكن طبعا هو توفى بقى. ما حصلش الكلام ده يعني. اللي عايز أقوله برضو في هذا الوقت، أنه في منتصف الستينات لأول مرة في تاريخ مصر كان مطلوب تخفيض معدلات النمو. ليه بقى؟ ليه؟ النمو السريع، اولا الوزارات اللي كانت في الستينات من 62 ل 65 وزاره علي صبري دي الاعلى في معدلات النمو، عملت معدلات وطفرات نمو كبيره جدا، صاحب النمو السريع نوع من التضخم. اصبح في ازمه لحمه، دي حاجه عمرها مصر ما عرفتها. في ازمه في اللحوم في مصر، ما كانش حد بياكل لحمه اصلا قبل كده، فبقى الطبقه المتوسطه اللي هي ابناء الطبقه الفقيره اللي دخلوا الجامعه وتخرجوا بياكلوا، بقى في ناس ما بتاكلش كانت بتاكل. كيلو اللبن زاد من 6 قروش ل 8 قروش. في زياده ونمو في الدخل وفي عداله في التوزيع. لما يبقى في زياده ونمو في الدخل وفي عداله في التوزيع يحصل تضخم على طول. فاصبح مطلوب كفح جماح النمو، تخيل هذه الفتره. فاقيلت وزاره علي صبري من اجل كفح جماح النمو، وجات وزاره زكريا محي الدين قعدت سنه بس كانت بتشتغل كجزر منعزله. فما كانش فيه توافق وتناغم بينها، فأقيلت وزارة زكريا محي الدين وجات وزارة المهندس صدقي سليمان سنة 66 بمهمة تخفيض معدلات النمو، ولم ينجح على فكرة، لأنه كانت الطلقة طلعت يعني العجلة بتدور وما كانش ممكن. طب في الفترة دي احنا شهدنا كلام عن المعونة الأمريكية، وطلع عبد الناصر قال احنا مش محتاجين المعونة دي، تعال نشوف ماذا قال عبد الناصر ونعلق عليه. اللي انا عايز اقوله انه كانت المعونه الامريكيه حوالي 50 مليون جنيه لغايه سنه 64. هو ليه بيقول الكلام ده؟ لانه قبلها بشهر كان الكسي كاسيجن موجود في مصر واسقط 500 مليون روبل من الديون المصريه. بالظبط. فده عمل انفراجه كبيره. فبقت المعونه الامريكيه المصحوبه بضغوط ممكن الاستغناء عنها. يعني مش كلام همايوني طالع بعاطفه، لا، هو في حسابات. المعونة الأمريكية اللي كانت 50 مليون جنيه، هي مصاريفنا في اليمن كانت سنويا ما بين 40 إلى 50 مليون، سنة 40 سنة 45 تقريبا، من 40 إلى 50 مليون جنيه من 62 ل 67، خمس سنين متوسط تقريبا حوالي 200 220 مليون جنيه اللي صرفناهم في اليمن، عشان ما حدش يقول اليمن هي اللي خربت البلد. المعونة الأمريكية 62 و63 و64 كانت حوالي 150 مليون جنيه، ال 500 مليون روبل اللي نزلوا حوالي 160 مليون جنيه مع اسقاط الديون العسكريه، ده مع ده مع ده اكبر بكتير من مصاريف اليمن اللي عمالين يقولوا خربت البلد. احتياطي الذهب بتاع مصر اللي بيقول لك باعوه عشان اليمن، هو ناس بتقدره ب 80 مليون جنيه وناس بتقدره ب 100 مليون جنيه، اتصرف فعلا على المصانع مش على حرب اليمن، لان حرب اليمن الوفره كانت موجوده، او يعني مش الوفره يعني كان في موجود، لكن اتصرف على المصانع لانه الخطه زي ما بيقول الرئيس عبد الناصر من 400 مليون الى 500 مليون، انا هكمل بقيه الكلام وهقول اتصرف على الصناعه في موازنه 64، ارقام موازنه 64 65 اتصرف على الصناعه 150 مليون جنيه. اللي اتصرف على الصناعه ب 51 52 2 مليون جنيه عهد الملك، في عهد الملك. مخصصات الصناعه، عشان بقول هقول تاني اللي عايز يراجع الارقام يراجعها، مخصصات الصناعة في موازنة 51 52 كانت 2 مليون جنيه، مش ممكن يعني، ده مستحيل، ده مش بلد. مخصصات الصناعة في موازنة 64 65 كانت 150 مليون جنيه، زادت بعدها ل 180 او 200 مليون السنة اللي بعدها. احنا كنا بنسابق الزمن، وبقى مطلوب ايقاف العجلة، فالمصانع اللي اتحط حجر اساسها وبدأت تتبني ما بقاش ممكن ايقافها. فجاء المهندس صدقي سليمان قال للرئيس ما خلاص يعني هعمل ايه؟ هوقف مصانع ازاي؟ ده احنا شغالين فبقت المشكله كلها ايقاف عجله النمو. تخيل ان مصر وصلت لمرحله في زمن من الازمنه ان عجله النمو المتسارعه مطلوب ايقافها. يعني شوف بقى العهود اللي قبل كده، الملك فؤاد والملك فاروق احنا يعني
اللي بيتكلم على الديون 1.7 مليار دولار ايام عبد الناصر، قال لا انا هقول له الخديوي اسماعيل كنا مديونين ب 93 مليون جنيه في عهد الخديوي اسماعيل، 68 مليون جنيه ديون لحكومات اوروبيه، و25 مليون جنيه ديون لافراد مدينين الدوله. ولما نشوف كتاب ماكنري والاس، السير ماكنري والاس، ماكنري والاس ده احد اللوردات اللي كان عايش في مصر، وده واحد انجليزي المفروض ان هو يشهد ضدنا، كان بيشهد معانا وكنا صعبانين عليه. يعني بيقول انا كنت بتفرج بنفسي على الضرائب اللي مش قادرين الفلاحين يدفعوها، لاول مره كان بيوزعوا على استحياء كده الارض على بعض الفلاحين ويطلبوا منهم ضرائب كبيره، فكان بيجي ناظر المديريه وحكم دار المديريه وناظر زي المحافظ يعني، يقفوا معاهم المرابي الاوروبي ويعلقوا الراجل على الشجر. اذا الضرب جاب منه نتيجه وراح جاب الفلوس اللي مخبيها خلاص، ما فيش فلوس معاه المرابي الاوروبي يدفع عنه وياخد 50% فايده. ده سير ماكنري والاس كاتبه في كتابه. فالديون كانت اولا دخل الدوله في عهد الخديوي اسماعيل كانت 4.5 مليون جنيه تقريبا. الديون 93 مليون جنيه، صدق او لا تصدق. ومحدش يقول لي والله احنا سددناهم. دول مش اقل من 30 سنه، لانه انت النهارده دخلك تقريبا 3% او 4% من ديونك. في انه حته في العالم كده. واحد اسباب ثوره عرابي كان الموضوع ده، الجيش كان بقاله سنه ما بيقبضش، الموظفين في الدوله بقالهم 11 شهر ما بيقبضوش، مطالب الامه كانت بتذهب الى عرابي، فقدوا الامل في الخديوي توفيق، فقدوا الامل فيه تماما. واول مصري يتولى منصب رفيع في عهد اسره محمد علي كان احمد عرابي ناظر الحربيه او وزير الدفاع يعني. فكانت مطالب الأمة كلها بتذهب إلى عرابي، لمها وراح للخديوي في ساحة قصر عابدين في المشهد اللي احنا عارفينه ده، وقال له أنتوا عبيد عندي ومش عبيد عندي. دي الأوضاع اللي كانت موجودة قبل 52. طيب يا دكتور، لماذا يقال دوما أن عبد الناصر تجاهل القطاع الخاص وأنشأ القطاع العام الذي خرب البلاد كما يقال؟ طيب أولا أنا عايز أقول حاجة، كان في قضية مهمة جدا جدا ما يعرفها الشباب النهاردة، اسمها قضية تمصير مصر. قضية تمصير مصر دي كانت قضية موجودة مطروحة على الساحة، واحنا لا نلمسها الآن لأن مصر عادت لأهلها خلاص. ولما بيجي مستثمر أجنبي بيجي على أساس موجود أن الدولة دي دولة مصرية. لا، الوضع ما كانش كده. الوضع كان شركات أجنبية إنجليزية بريطانية مش عارف إيه أوروبية بتملك كل شيء في مصر، والمصريين ما كانوش يملكوا حاجة، وحتى كبار الملاك في مصر أو كبار أصحاب الأموال في مصر كان عليهم علامات استفهام كبيرة. منهم يعني موضوع عبود باشا مثلا بيسموه الحوت وقتها، ديونه مطلوب منه 4 مليون جنيه قبل الثورة على طول، مطلوب منه 4 مليون جنيه ضرائب ومش عايز يسدد، مش عايز يسدد. فراح ليوسف رشاد يور الملك او طبيب الملك وعرض عليه ان يدفع ثمن الرحله الملكيه في اوروبا. الملك كل سنه بيروح في اوروبا رحله ملكيه بتتكلف مليون جنيه، عملها حتى في اثناء حرب 48. دي من اسباب ثوره الضباط عليه. كان في حرب 48 بيصيف في اوروبا ومتصور مع العريات، فكان الضباط هيجننوا يعني، الناس بتموت في الميدان وانت بتصيف يعني، ده انه عقل يقول كده يعني. فعرض عليه ان هو يدفع ثمن مصاريف الرحله الملكيه وقال له اعرض على الملك، عرض على الملك خلاص ده هتفحنا، فخلاص واتفقوا مع بعض واقيلت حكومه نجيب الهلالي باشا عشان ما يدفعش الضرائب. ده الوضع اللي كان موجود، كانت الشركات كلها اجنبيه. فالتحليل اليوم بيقول ان كان هناك تعسف في التاميمات، وكان هناك تعسف في فرض الـ يعني المصادره، لكن ما حدش عاش الفترة دي وشاف أن المصري كان غريبا في بلده. لو عاشوا الفترة دي وشافوها كان لابد من قرارات قوية لإعادة الدولة لأصحابها. النهاردة بمفهوم النهاردة الكلام ده ما ينفعش. لكن وقتها كان لابد من تمصير مصر. قضية تمصير مصر دي أنا كاتب فيها موضوع. تمصير مصر، أن تعود مصر مصرية. لأنها لم تكن مصرية. الحاشيه الملكيه في ايام الملك ما كانش فيها مصري واحد، بولي ومش عارف بولي وملي ومش عارف مين، وكلهم كانوا اجانب وكلهم اصحاب مصالح في البلد وكلهم اصحاب فلوس. فالوضع بتاع تمصير مصر كان يقتضي اجراءات عنيفه دي اتخذت. لكن انا بقول النهارده النهارده ما ينفعش. لكن ارجوكم يا ساده عودوا الى تاريخ هذه الفتره واقرؤوه بعنايه عشان تعرفوا كل قرار كان خلفيته ايه. يعني كل قرار لماذا صدر هذا القرار او ذاك.
الحاجة برضو اللي عايز اقولها انه لتحقيق معدلات نمو كبيرة تحتاج الدولة انه تلت الناتج المحلي الاجمالي يصب في الانتاج الصناعي والزراعي في المشروعات الصناعية والزراعية عشان نقدر نعمل معدل نمو اكبر من ضعف معدل الزيادة السكانية ونستمر على كده لمدة لا يقل 10 سنوات مع عدالة التوزيع يقوم يبان الـ 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 الوفرة على الناس تبتدي تبان مع الناس اللي حصل قبل يوليو 52 انه ما كانش فيه مشروعات معدل نمو اقل من 1.5% لما تشوف بقى معدل النمو اللي هو حوالي 1.5 حوالين ال 1.5% ومعدل الزيادة السكانية اللي بيصل الى 2% او 1.8% وهتقول ازاي الناس كانت بتخلف 7 و8 والمعدل الزيادة السكانية 1.8 لانه الاطفال كانت بتموت ما فيش رعاية صحية برضو الشباب ما يعرفش الكلام ده شبابنا النهاردة ما كانش فيه رعاية صحية في القرى نهائي اللي بيمرض يموت ملوش حاجة تانية طبعا. اللي معاه شوية فلوس يطلع يجري على البندر على الحكيم يا يلحقوا يا ملحقوش الناس برضو ما تعرفش الكلام ده فكان الناس بتخلف في 7 و8 ومعدل النمو السكاني كان حوالي 1.8 الى 2% معدل النمو لما يبقى أقل من معدل الزيادة السكانية معدل النمو أولا يجب أن يكون أكبر من ضعف معدل الزيادة السكانية ولمدة لفترة عشان يظهر الوفرة على الناس معدل النمو كان حوالي 1.5% ومعدل الزيادة السكانية حوالين 2% أو 1.8% لو قعد الملك فاروق في الحكم 10 سنين مصر كان هتجيب مجاعة أنا بقول الكلام ده بالأرقام أنا مش بقول الكلام ده بالمحبة والمشاعر لا الملك فاروق لو استمر العام 62 مصر كان حيصيبها المجاعة فعلا لأنه الناس بتزيد بمعدل ومعدل النمو الاقتصادي أقل والموضوع مستمر 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 انخفضت قيمة العملة مفيش مشروعات مفيش توظيف مفيش 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 رعاية صحية مفيش تعليم التعليم نسب الأمية مرتفع فكيف سيكون الوضع سنة 62 أو 64 لو قعد لهذا الفترة لهذا الوقت كان مصر هتحصل فيها كارثة الناس برضو ما بتكلمش عن الموضوع ده أنا هتكلم على مراحل ثورة يوليو من بعد طب ناخد يعني قبل ما نتكلم ناخد كلمة لعبد الناصر عن طيب. الثورة وضروراتها بالأساس في الفترة دي. طيب عبد الناصر احكي تاريخا هنتكلم عن الستينات بالنسبة للاقتصاد زي ما قلنا محتاج تلت الناتج المحلي الإجمالي يتحط صعب جدا على الاقتصاد الاشتراكي أنه يعمل طفرات في النمو لانه عشان نحط تلت الناتج المحلي في الاستثمارات الزراعيه والصناعيه لازم الدوله الحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص الافراد الشركات الهيئات البنوك تحط هذا الرقم لكن الاستثمارات كان معظمها استثمارات حكوميه فطفرات اقتصاديه في اقتصاد اشتراكي دي برضو حاجه مش موجوده على مستوى العالم يعني انك تعمل طفرات اقتصاديه بهذا الشكل وتعمل معدلات نمو أكبر من ضعف معدل الزيادة السكانية كانت الزيادة السكانية برضو حوالي متوسط 1.8 إلى 2% الزيادة السكانية تقريبا معدل النمو كان أكتر من 3 أضعاف الزيادة السكانية لذلك بان على الناس الوفرة بعد كده الوضع قبل كده ما كانش بالمنظر ده الوضع قبل كده كان 1.5% معدل تقريبا في حدود 1.6 1.4 والزيادة السكانية أكبر فكان الموضوع هينتهي بكارثة اما نيجي نمسك بقى الثورة من بعد 52 لما نيجي نشوف الأحداث اللي حصلت بعد كده لم تستطع أي حكومة في عهد الملك أن تجلي الإنجليز عن مصر أقصى حاجة نجحت الدولة المصرية في الوصول إليها في الأربعينات هي اتفاقية صدق بيفن اسماعيل صدق اتفق مع بيفن رئيس الوزراء العمالي على أن مصر تاخد استقلال وكان هيبقى اسمي تقريبا اسمي زي تصريح فبراير 22 كده وانه من ضمن الاتفاق ان يعود الانجليز الى مصر اذا حصلت اي ازمه من ايران شرقا حتى المغرب غربا يرجعوا تاني وان يبقوا في قناه السويس وان القاعده البريطانيه في قناه السويس كان فيها 85,000 جندي بريطاني والجيش المصري كان عدده لا يتجاوز 18,000 ما كانش فيه مقارنه ابدا يعني تستطيع هذه القوات ان تتحرك وتقلب نظام الحكم في مصر في اي وقت لذلك الهاجس الوحيد اللي كان عند جمال عبد الناصر هذه القاعده واخراج الانجليز من مصر صدق بيفن دي رفضها الشعب ونزلوا في مظاهرات عارمه والجامعه خرجت منها المظاهرات وكلام من ده طبعا ده اقصى حاجه قدرت الحكومات في وضع ما قبل الثوره انها تعمله اجبر الانجليز على الجلاء من المنطقه القرية لمن لا يعلم برضو ضغط على الانجليز بكافه الوسائل
تهريب الأسلحة للفدائيين في منطقة القناة، تجريم الموظفين المصريين اللي بيروحوا يشتغلوا في الأورنوس اللي هو القاعدة البريطانية، قطع كل أشكال الدعم اللوجستي اللي كانت تقدمه الدولة المصرية بشكل أو بآخر بدون إعلان، لغاية ما الإنجليز وجدوا نفسهم ما فيش قدامهم بد غير أنهم يرحلوا. وقعت اتفاقية الجلاء في 54، وكان الإنجليز بينسحبوا من مصر على مراحل. المرحلة الأولى كانت تنتهي في إبريل 55، وأنا أعتقد أن مصر خدت استقلالها الحقيقي في هذا التاريخ. في هذا التوقيت القاعدة البريطانية اللي كانت 85 ألف جندي وصل عددها إلى 15 ألف، وكلهم من الإداريين المقاتلين والأسلحة الثقيلة كانت مشيت. بدأ القرار المصري يتحرر، وراح عبد الناصر إلى بندنج سنة 55 وأسس مع تيتو ومع نهرو حركة عدم الانحياز. حركة عدم الانحياز دي لما نيجي نشوفها عظمت من قدرات مصر السياسية. يعني إيه؟ مصر قبل 23 إلى 52 ما كانش حد يلقي لها بالا في السياسة، صحيح ما كانش لنا وزن. بعد هذا التاريخ أصبح في أكثر من 100 دولة ورا مصر. إحنا كنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار بيتخذ بتقعد 100 دولة منتظرة تشوف مصر هتصوت فين عشان تصوت معاها. فأصبح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة مصريا لأول مرة في التاريخ، وده كلام أكبر بكثير من قدرات الدولة الفعلية. يعني عشان دولة تكون بهذا الشكل لازم تكون قدراتها الاقتصادية والعسكرية جبارة. إحنا ما كناش كده لسه، إحنا كنا لسه دولة صغيرة. فإن تظهر دولة على الساحة الدولية بأكبر بكثير من قدراتها دي مهارة سياسية. المهارة السياسية بيسموها الليدرشيب سكيلز، أن تكون ظاهرا على الساحة الدولية بقدرات كبيرة جدا وانت قدراتك الحقيقية ليست كذلك. فده الوضع اللي كنا فيه في سنة 55، وعقدنا صفقة الأسلحة الروسية عن طريق تشيكوسلوفاكيا، والغرب رفض يسلحنا فجبنا أسلحة بشكل أو بآخر، وهذا الكلام أقلق الغرب جدا. وشفنا الوضع اللي كان موجود، وكل طبعا الكلام ده كلام كله معروف، لكن وصل الوضع انه كان لابد من بناء السد العالي. عشان نبني السد العالي محتاجين فلوس. القرض اللي هو 100 مليون دولار من البنك الدولي يعني حوالي 35 مليون جنيه في هذا الوقت. هذا القرض كانوا طبعا امريكا رفضته وسحبته مره اخرى بشكل مهين. يعني وزير الخارجيه الامريكي يعلن ان مصر هتبقى غير قادره على السداد واقتصادها ضعيف واحنا عشان كده الغينا القرض. ده كلام مهين جدا. رد عليه انه بتأميم القناة السويس، علشان تأميم القناة هيجيب لنا 34 مليون جنيه تقريبا فلوس القرض وهنقدر نبني. هذا الكلام لما نيجي نشوفه، استعادة القناة بقرار، بعض الناس بيقولوا والله ده قرار معنوي عفوي خدوا واحد مشاعره تحركه. لا، هذا الكلام كان في ضمير كل انسان بيعيش على ارض مصر في هذه الفترة. اي انسان بيعيش على ارض مصر في هذه الفترة عنده غصة في نفسه من هذه القاعدة البريطانية ومن هذه القناة التي أخذت منه عنوة. خطاب تأميم القناة سنة 56 أنا ما سمعتوش لغاية سنتين فاتوا. كنت كل شوية يقولوا إيه والله ده عبد الناصر أمم قناة السويس في خطبة وفي 26 يوليو سنتين خطبة. قلت ما اسمعه. سمعت الخطاب ده كان حوالي 30 دقيقة. أنا بس بدعو الناس، هذا الخطاب عبارة عن محاضرة مكثفة جدا جدا في الاقتصاد والسياسة، في الاقتصاد والسياسة والتاريخ والوطنية. الخطاب بتاع تأميم القناة اللي كان حوالي نص ساعة عبارة عن محاضرة مكثفة جدا جدا في الاقتصاد والسياسة والتاريخ والوطنية. اللي عايز يسمع تاريخ سريع عن بلده والظلم اللي حدث فيها يسمع الخطبة دي. صحيح. طبعا أممت القناة عشان يبقى فيه فلوس لبناء السد العالي. و خطاب أنتوني إيدن أثناء هذه الأزمة، أنا برضو بدعو الناس تشوفوا أنه هذا المرفق يجب ألا يكون في يد شخص واحد أو حكومة واحدة. فهذا الخطاب دليل على نوايا الدول الغربية تجاهنا في هذه المرحلة. في حاجة؟ لا اتفضل. طيب أنا حكيت بعد 54 في محاولة الاغتيال واللي حصل والكلام اللي كان موجود، وحكيت أن الجماعة بعد كده فضلت لغاية 64، وانه بعد بناء السد العالي، اولا السد العالي كان هو المشروع القومي لمصر، واخد جايزه احسن مشروع انساني في القرن العشرين. السد العالي لا يدير احد لانه داخل مصر وما فيش ورانا دول. السد العالي كان المفروض ان احنا النيل الازرق بتروح ميته في البحر سنويا معظمها تقريبا.
المفروض ان اراضي الصعيد كانت بتزرع زراعه زراعي الحياض زرعه واحده. تحولت هذه الارض الى الري الدائم. 750 الف فدان بقوا يزرعوا طول السنه حوالي 3 زرعات، ما كانش موجود الكلام ده. محطه كهرباء السد العالي 2000 ميجا وات ساعه، وتعامل معاها محطه خزان اسوان 1 و2 1000 ميجا وات ساعه، يعني تقريبا في حدود 3000 ميجا وات ساعه. نوروا جمهوريه مصر العربيه، لانه كانت القرى المصريه بالكامل ما فيهاش كهرباء، كهرباء في المدن بس. اتعملت حاجه اسمها هيئه كهرباء الريف، الناس ما تعرفش الكلام ده برضه. هيئه كهرباء الريف دي اتعملت على ايه؟ على كهرباء السد العالي. لان ما كانش مصر منوره، ما كانش فيه طاقه كهربائيه، ما كانش فيه حاجه خالص. وساعد الصناعه كتير بعد كده، لانه الصناعه بتحتاج الى كهرباء. التنميه بهذا الشكل المتسارع، بهذا المشروع القومي، ما كانش ممكن تحصل لو الملك كان موجود، او الاحزاب كانت موجوده، او النحاس باشا ومفلام باشا وعلام باشا اللي كانوا موجودين. الناس دي كانت بتدور على للاسف الشديد مصالحها وعلى السلطه وعلى كرسي الحكم بس. فالمشروع بتاع السد العالي نقل مصر نقله تانية خالص. طبعا في حرب 56، انا عايز اقول برضو انه معظم شبابنا لم يقرأوا التاريخ المعاصر لمصر، مش التاريخ القديم الفرعوني ولا العصر الوسيط ولا الاوسط ولا كلام من ده. التاريخ المعاصر، هذا البلد فعل اشياء في التاريخ المعاصر مش القديم لم يفعلها احد في العالم. هذا البلد يجب ان يدخل موسوعة جينيس لو في عدالة دولية. هذا البلد في 56 هزم 3 دول لم تجرؤ أي دولة أنها تفعل هذا الشيء. هذا البلد في 67 أعاد بناء نفسه في أشهر. الدول الكبيرة الكبرى الصناعية اللي كانت بتتهزم كانت بتقعد 15 سنة عشان تقف على رجليها تاني، وكانوا بيرموا جواها مشروع مارشال بالملايين الدولارات وما كانتش بتقوم إلا بعد 15 سنة. هذا البلد نهض سريعا بعد 67 3 سنوات، ما فيش، لا مش 3 سنوات، ده أشهر. كنا خلاص قوات مسلحة وقفت، الصناعة شغالة. على فكرة معدلات النمو اللي كانت 7.6 انخفضت سنة 67 لحوالي 4%، ثم عادت إلى التسارع مرة أخرى مع موت جمال عبد الناصر كانت 5.5%. يعني حتى كمان معدلات النمو لم تتوقف. من ضمن الحاجات اللي سمعناها من المهندس عزيز صدقي أبو الصناعة في مصر، بيقول إنه جابوا الرئيس في إبريل 70 قبل وفاته وقال له اطلع على موسكو، اتفق على مجمع او مصنع الالومنيوم، وعايزين نعمله في منطقه شديده الفقر في مصر عشان ننميها. نجا حمادي. فاختاروا نجا حمادي. قال له ليه؟ قال له اللي احنا فيها الحاله دي حاله مؤقته. الحاله دي لن تستمر كثيرا. الحاله دي مش هتقعد كتير. فالشباب اللي هيخرج من القوات المسلحه لازم يلاقي عمل. فهنبدا تاني خطه تصنيع جديده، نبداها بمجمع الالومنيوم. طبعا هو مات بعد كده عبد الناصر. انشئ مجمع الالومنيوم، افتتحه الرئيس السادات في 71، وعمل طفره اخرى تنمويه. صحيح. في منطقه شديده الفقر. صحيح. في مصر. يعني الحقيقه يعني الحوار مع اللواء الدكتور صفوت اديب الحقيقه حوار مهم جدا، لانه يتعرض لحقائق ووقائع بالارقام وبالادله اليقينيه التي لا تحتمل التحليل او محاوله المجامله على حساب الحقيقه. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر السيد اللواء الدكتور صفوت أديب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق على هذا الحوار المثمر الذي استمر على مدى حلقتين. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. بعد الفاصل مع فيلم عن ثورة 23 يوليو أعده الزميل وليد الحمادي. شكرا لكم، ونلتقي الخميس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.